السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي الكسو دواد ملكستو أجوكتان كولان كشبيلة برنامج كان أوه برنامج سؤال إيو جوابا وعاد شيخا كسو ويديسان سؤاليه إن أنقونا هلكان عن إذن كلا سعودسينو وحمانتا إذن كغا إيمانا يا استوريا سومالي جانا لمقادة نيروبي سودو شيخ محمود أدوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيري شيخ وأنا دين سلام يا وحام برتاي كلية دقالها ما كشقين كرا مركب بنجية دا خبض اللوغة شقيه بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام وسلم ما بعد وحنا وبرشة ذي أقون تقف هذا قاله هنا وبرتوا أقون يسوي شخص يقول باه هي هاي برشة ذن هو باه أنت هي وحنا وعمباش الله يغش شقين أيوه أقون كسر الله صوب برتوا حلا غش شقين وحلالي هي بشر ديا لقال على صوبرتي كوبا كوبنا شقاية فصد الرادية بنك لك شقاية كارهان بنك ريبك شقاية إن بنك ريبك لك شقاية أما لقال كصوبح أما مامول كصوبح أما حسابات كصوبح أما قانون كصوبح وقيب وحلسان رو أما حيسين يسوق جينت وحلسان رو وتخصص كذا لو قيب تدوني كصوبح إن لك شقاية بنك ريبك شقاية وقيب كان نقطاي حارانوي بل دروب تواوين اي كوائر كي كمتها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم يغير كيسا من حديث جابر وكيو لها نبي وحول عن ذي ربا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء وحلول عن ذي كان قاتل الربا كان سيء عنسية بحية كان قرأ ديوان قلية حسابية كمرخاتك كان نقضى ويتنس قرية وحوري لنبي واسكم مد انت وداس انت على شيء وحالة من نقونا يسا قفكي قيب كجيستا كالين كقات وحيكو تسويسا حديثكو نين كان حسابيه كي بحيينا ما كي قاتينا ما وحنبوك لقرية وحنبوك لقرية حرفت يا شقا كقشي نين كان مرخاتك سيدا أصل كي مرخاتي حتى العقل وبقى هذين شيرين وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في الأخير هو 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 أن يكون في الأخير قمون إذا النصوص تنوي تري ولا تعاونوا على الإثم والعدوان دم بيان ليسو كالميسان صدرت هذه الخبامة جزوك جشان بلا تالي هل يستغفوا قادوا وبالله توفيق جزاك الله خير شيخ لابا سؤالات بولي هورتا مقعي سوى عبد الله أو تشينة شوك سؤال شكل وحو يري بانج شركة ده عايمسكا محايكا غبتها شريعة دو الحمد لله عايمسكو مركا كوباد والا بقيوت قيبت كوباد عايمسكو قيب aan jeedadu ribix iyo lacag in laga sameeyahay ee iskaashato ama kaalmo iyo caawin looga jeedo sida hay'adaha caymiska ee dawladuhu ay sameeyaan inaga hadda Kenya waxa ka mid ah ina jaayfeeyay dhalinyarada ee dawladdu leedahay jeedadu ribix in laga sameeyo maaha laakiin maamulka iyo dawladdu joogtay waxay gudaneysaa xilka dadka ka saara qayb ka mid ah ee waxooda isugu celceliso waxa lagu shaqeeyo kadibna iyagii laga caawiyo caafimaadka way أما عيمسك وحال النوع صندوق دقالة أما دات شركة سمايستي وإنتو ذا حبناها كا وحيس كدر صدام قفكي حنون صدام قفكي لأن تغي قبرك آسكي سمارا قورتا يقالي تايبا شري دوريد هديان يقو هذا قبرك أما عيمسي ذا قرين أما يدينكو سكاشة تساميننا وبيت كاك والا قبيا هدي اللي يرادا مركا قفكا آسا الله سماينا لعقان لقب حكرين أدونا ذا هيسين داتكم مساكين تاني لكري كريم باكو بحيس waxa bedel kada la sameeyaa hay ado iskaashata oo dadka wax isku dardarsadaan sidaas oo loo sameeyay qabuurta ba gawaaridan loo sameysan kara ayam iska noocaas ee nooca iskaashatada jeedaduna aynan ahayn ribix iyo lacag in laga sameeyo u banaaya nooca labaad ee soo haray the system islamic waafaqsan waa loo sameyn kara سيستم كان كلا دونك هذا عانك كا قمر كم الثلاثة علوم ذو بدينه هنا ونقن كرا هاد بمتك ويا هدي عن
سيستمك إسلامك دي هالك وسؤال جواب تيده إسلامك سيستمك إنشورنس كم أشياء كان كرو أو عشر يلا بيا سدح جوكتا حلقات أوبان لكن هدو سيستمك إسلامي جاي هين دوا حلال شقين كحلال شو كمديه هديونا هينا سونا وحران كشقين تي سنة ومتعاون على الإثم والعدوان وحران لقوا ذا شقين أيه نحر كقوك يا قيب كقاعدة كلنا وحاول يعني بختي اللي بيسمعونه فوت سنة عباء وكلام نقول بالله توفيق جزاك الله خير شيخي سائل كان وحو يري شيخ وحان جوغا كندا اني جو غاري وتا با وحان توكسيي اما داوع او غيستاي قف عن اسلام اهين او ولي با وايهلا اسلام ان كينا وا دينت انت اسبيتال كي لغي ما حقوقه لي يقول يا حقيسه وجهها الحمد لله قف كا ديشي ديدي سال غوله هادو دنتي جوكتي اتيس مكتي سال غوله وحانا كولا دات كيسي هدي وقف كيس بتال لقيي او دنتي ودنتا اكتهي ريكور كيسي واتح راعي كرتا ريكور كان واليقيه ليا ودمدان قارهان واسترين كوكالي قف البوا ديوا انقشي وفاهم ليسي دات كيسي والي يقانا انا يجي عدش هاديسو مكتي سانا بحسان لقا الرابع اما دوك توصوب بحيا عم انشورنس كاو هبحيو يا عامس كاو هبحيو قف كان مكتي سي ديت الخطا لقولي هاي هدي ودنتي شكت هذه diyada la igu leeyahay waa gaal ay intee dhantahay haa gaalku waxay u baahantay inaad noo soo sheegto diintee buu haystay kristiyaan buu ahaa okay haduu kristiyaan ahaa horta nas cad oo sariix oo saxay iyo ijmaac midna ma jiraan laakiin waxay u badan tahay inaga shariic ahaan iyagu deey waxay kugu qasbayaan hadhowdada bixinaysa garan maayo laakiin waxa weeye laba qowl baa ugu mashhuursan nasu diyati muslim الثلث دية المسلم مركا دية المسلم كرقينا ننكا نسكي سدومر كينا دومر نسكود وكنتنا عمشان يلا باتن ها بالغو يالنا يا بحي لقاع فينا بار كيسا جزاك الله خير شيخ سائل كاني وحو يروا وايد سلاما يا أدقى يا شيخ كام عاد باندكتا مرمر بين العقد ايقا سوى الدهدا مرمر كاسا العقد ايقا سوى الدهدا نوحا لا يسارا العقد ديرا دا وانا كو خصبنا ينام بحيو aniga ma saameyn bay ugu leedahay dhinaca ribada alxamdulillah waxay ku xiran tahay laba qodobba saameyn bay kugu yeelan karaan mid weeye heshiiska jaamacadda aad ku gashay hadday ku jirtay inaad ogolaatay hadday soo daahdo interest ama riba dulsaar inaad bixiso ogolaanshihii dambi buu ahaa taas saameyn bay kugu yeelan markii horeba heshiiska aad gashay hadday ku jirtay dee waxaan adaa ogolaaday si hordhacaad u sii ogolaatay in advance ay yiraahdaan waxaa labaad oo saameyn kugu yeelan karataa haddaynan jirin soo daahitaanka lacagta adoo ka fursan kara inaad fudaysato ogna inay riba ku fuulayso labada haddaynan ahayn oo soo daahitaankii wax awoodaada ka baxsanay ahayd heshiis cadoo saasood gashay inay jirin baadan ogeynba wixii soo daahitaan inaad ka dadaashaa lagugu leeyahay wixii awoodaada ka baxsan ee dhacana waxba dhibma laha waad iska bixin waxbarashadan iska wada laakiin ka dadaal intaad kari karto انت كو قداه ان ربا كفولين بالله توفيق جزاك الله خير شيخ سؤال اد وين غريها كيرودو كلان واساسه waxaa la leeyahay haday shanta bisha kugu dhaafto hada 200 doolar bixin jirtay 250 doolar baa bixinaysa maxay ma was committee heshiisada noocaas oo dhan waxaan loo goleen asalka heshiiska haday saan noqoto ribaan bixinaya si hore waan u sii ogolaadayba inaan xaraan sameeyo hadday jirto duruuf kalifaysa qofka meel uu degay iyo daruuro kalifaysa jirto isagoo xaraan ahaa bay daruurad ka tubixil maxduuraad galeysa oo ka maarmi waayo laakiin isagoo ka maarmi kara heshiiska inuu saxiixa maaha wabillahi tawfiiq jazakallah khayr sheekh saail ba maanta hawsha dhan waxay ku wareegaysaa xaraan iyo xalaale wuxuu yiri reer daris baa jira reer aan darisna hayo gaala ah waliba si waasi sheego waa eritrean buu yiri reerkaas waxay noogu casmeen buu yiri ilmo u dhashay bay u magac bixinayeen marka xafladoodii baan tagnay waana nagu casmeen daris dabcanna waa la iswaji garanaya waa la is ixtiraamaya maxaaraan bay nagu tahay inaan xafladooda ka qayb galo mise waa noo banaanta alxamdulilah xafladoodu waa marka hore waa laba xaflada diineed iyo xaflada aan diin ahayn wixii xaflada diineed oo diimo lagu nooleynaya lagama qaybgeli karo waayo waa astaan iyo kulan diineed oo cibaado weyn oo diinku lagu leh kasoo qaadeen ay kristan yihiin
بوكسين ديجي يلا بيا ماي كريستن بي وين كريستن يعني كسوق هذا وحيسمينه عن كريسماس تي حفلة ده أنا كقريب كشلا ما أقوله إستر كي بيسمينه يعني أنا كقريب كشلا ما أقوله حفلة ده دينه ده ديهين لا ما أقوله توتالي نهائي لا ما أقوله هذين الحفلة دينه نهائيين الما سكول دي غنية الما شهادة قاضنية الما وانقلوا دلانية كوا الله بحنية أروس بالله دي غنية dad ka maqnaa oo yimid bay casuumad sameeyaan dadka dariska iska casuumayaan xafladahan kaleen diiniga ahayn waa la tagi karaa hal shardi baa ku xiran intaad meesha joogto inaan munkar iyo macaasi ayna dhacaynin hadday munkar iyo macaasi socdaan dee gaal gaar kuma ahe gaal iyo muslim toona looma tagi karo kristana gaar kuma yuhuudna gaar kuma muslim gaar kuma meeshan xafladahan ay dambiga macsiida ka socdaan وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إلى وحكى لا يقران هاو تقيم باليري سقطك مرة وحالي أذكر فلا تقعدوا معهم الله فريساننا يدو الدنبي اللي قلت الله فريسات الله ما أقول أما حفلات هن نقطة أما ميل مجالس كلابة هن نقطة يفرية كلابة تاسي سوق ليسا هدي هذه التقيتان كاك الدنبي وكو يستاقين واتي كرتاه هدي مدة أتشوك تان دنبي بكتير أما قولي هم بان دنبي وحكس كسعونينا واتي كرتاه اللي باتم رب الله يتوفي جزاك الله خير شيخي مرة كغار كود واحد ردات شقالا يو أما ورباهين توك لك شقايو حفلة دو دو وحال الله ديرا حفلة دا كريستان كوك لالي أرض صدوبة وانا نادو كسو ورب حسدو ولي بتوس وكسو بحسا يو ضباب كي جلسة واسكم قفك مسلم كي حتى حفلة دينية ذو كلا إنه حيسيه هذا باب كيو كلا مركو يو وريال مسلمين أتوس التبني ولا هذا حتى صار إنه حيسيه وباب إماتن كي يشرر كي سقيب دعوة كشرتي الدين تو ذا اللي حيسيه نيو أيه إذا هي يجا ده باب كي الرجل سكومة يمدان وحي وحي جود نضدك وكرد حياة وحي الدين أنا يجا وقاروية حيسين تي تبين توما بنانا هل مد هذا التهي إن مسلم كحكته وباهية حكتنا الله كايدنا يو ضد كينا وحلقوت وحلو أنت وحلقوت صلاة يو قال ضاد كلا جه الله يو عدي هدفك وتكتاي ولو قلي لكن ارتزاق لا تجو لما أقوله ما كده ما واتش علانه ما كده بضاتو حوجي شهنا الله يسكت سيو إلى سوء العلي بعد هدي ديل بابك راتم يا حبيبي بركة ضمانة بيلك كم مهم سنة هذا أنا ضميرك يا حقي بالله توفيق جزاك الله خير شيخي سائل هل كان وحي الشيخ حاس كي ناس كي إذا من نوقي كرا دنيا مال أنا لقى عبوي بطن تاعي هل كان باهي وقي سلم ولا عبد الرزاق إن اسم باهي هم ما هدينا الحمد لله مسألة ذو مركي حكم شرعي على إلى ذو وحيقول نقول إنسان مسألة إلى حكم كان رضاع الكبير qof weyn hadii la nuujiyo caanaha lagu nuugay saameyn ma ku yeelanayaano maxramiye iyo nuugmadii nasabkii la midka ahayd xakaamta guurka la mid ma noqonaya mise la noqon maayo haddii la qaato qowlka odhanaya qofka isagoo weyn da-du dooniyaba ha jiree haddii hooye caanaheed uu nuugo shan jeerna nuugo hooyay u noqonaysa haddii la yidhaahdo dee saameyn bay yeelanaysa markii gaar ahaan caanaha aad nuugayso shan jeer hadday dhacdo hooyadaa nuugmay noqon hooyadana lama guursan karo umaata kuma laatay ardacna kumay tegi culimo qabtana waa jiraan sida jamhuurta culimmadu u badan yihiin nusuustuna u badan tahayse ilmuhu hadduu laba sano dhaafo nuugmadu ma saamayso axaadiis badan baana tilmaantayo inay nuugmadu tahay ما كان دون الماء فتق الأمعاء وكان دون الحولين وحي حيد مها نافق قريعنا النقضة لبصنا كيرنا هذا قرآن كون نقمدن إيتي حولين كاملين واشيغي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ساسي جماهير أهل العلم أبدايهن ظاهر كالنصوصتنا أبدانته قولك جماهير أهل العلم هذه اللقاتنا وحبه من ميس أنا كاسا أنا راجح له لكن لا والله ورا واحد إيه لهاي الخروج من الخلاف مستحب ويه ما دام علماء أي قبان حل النبي قال دعاء دعاء يبقى شرتي وسالم مولى حذيفة سوى وين وقد له باليري هو إسلام نوتي تحرمي عليه كحر النقل صوت الخلافة كانتي ما دام علماء قبان نصوص قارت المامي سنة شيران
waxana cirdigaagi iyo guurki iyo gogoshaadi iyo ilmahaagi xalaal iyo xaraan ay la xiriirto in la iska daayo khuruuja min alkhilaaf in laga warwareego laga warwareega sida wanaagsan wey dimi labaad oo kaftanana waan ku dari lahaay di hooyadu markay caano leedahay adoo qofka weyn ay wax cunaya cabaya tahay haddaad kaba nuugta ilmihii yaraa muxuu nuugaya جزاك الله خير شيخي سائل كان يوحو يري شيخ صلاته هو يقو عدق يهين مر كان تو كان ينا وحان دري ما عريري مر واتو كذا مرنا وايسا قطقا محادي ديه لها شيخو الحمد لله وحان ديه لها وحان كو هياي ووسواس شيطان صلاتنا وواجر ربي كوليه وحان حسوسين لها إن ما انتنا نلولتا برين الله لمانيو waxaan xusin lahaa in muran aanusan ka taagnayn inaad dembi weyn gashay cadaab weynna mudanta laakiin waxaa muran ka taagan yahay inaad weli muslim xun tahayiyo inaad gaalowday oo diinta ka baxday halkaasaa muran ka taagan yahay laakiin muran kama taagna qof xun inaad tahay oo dembi weyn galo cadaab iyo naar mudan gaalada la yidhi maa salaakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusalliin qofka waxaan dhihi lahaa xasuusta geeridana badi akhri عذابك قبرك هي قيامة واحد دنبية هي أحكام تارك صلاة كآخرية دد وناكسن وصلاة كان إيانا حالة صاحبة إلهينا حبر يا سبحانه وتعالى شيطان كان إلهي كم مغان قالوا إن شاء الله تعالى دعاء وأقبر يا هدي الله أبر يو أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي وأبر يا وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم وإنك أقبر يا بالله توفيق جزاك الله خير شيخي سائل كاني وحو ليه أنا جاي حاس عن سفرني بروح عن كل شيء وين بيل كل ما هنسيني كده بروح عن كل عروت يجوز وراي شيء أنا واديد اللي ما أنا وحى ويا راسيدة شر مركي ديدة يجوز وراي شيء ويدي عن بيل كان سيني أنا كل شيء وين بيل كواك جاست بدم بيبان كتيرة الحمد لله نعم دم بيقولي بكواير توا وين كتيرته دم بكواير توا وين يكتشرا وحنا بنا كسون عايز السلام يقول كفى بالمر إثما أن يضيع من يقوت قفك وح كلام الدم بيله بسك جرين دم بالنار لقى جل وجل وح وفلا ضدك بيل كي أن فقد كلها أن يضيعه المه دم بمجرين نفقد وضي بيل كذا قدر كأذونا هذا ود يجنا كفاية ذا ويقوله صدرت هدية ضدك اسكو قبطان نفقد يا بيل ك طريق لجوح هذا يلاده مر والبابا وعين ضدك يقيني وضيالي يا أخيار يا ضد سوق يا مجال ذا يا قانو ديجان كأنت هذا جيسو ظروف هذا نقال يا باهظ هذا أنت قيميان ليرى هذا أنت عساك وفلا أنت وواجب من البحصة كا قادم ما يهدي ترى هذا ساد كوب جارسين له نوات كشا قيسا كل عيد كلا وليفت لكن إذا أنا كوحنا قوم بالكوشين وين المهنة وانك جوي صوت معي تلمع هذا عقابيس ilmaha isiibaan ili way ii diiday waxay u baahan tahay inaad xukun sharci ah geyso waxaa laga yaabaa inaad xaq u lahayn ilmaha ka qaado ilmaha qayb waxaa jira xadaanadooda inaad ka qaadaadan xaq buu lahayn mida kale ilmaha hadii lagugu soo wareejiyo waxaa dhici karta meelad geysa inaad aabbaatay subaxii xamaalka xaaskan haddaad leedahayna ilmahan ayna dhalin inay baa dhaqaalaynina waxu tarin baa laga yaabaa ilaahayna u toobadkeen ilmahagana dembi baad ka gashay ربنا دم بوين بعد كجا شيء نفقدي يبيلك المها ولا قوله وسيدا ودك دك بدنا أكون بالله وضع سيدا ودك دك بدنا وين أكون بالله وقفك بالله توفيق جزاك الله خير شيخي سائل كان يوحي لي هاي شيخ هدي إمامك وصو سجود الوتر دنته وضدك هي سجن إسلا سجود سينهين أدنى أنا وركاهين مساعة قفك اللي قلت جابين كر ما هن سوينا نابوي هذه إيمانك وفرديات بنو مرينا يلا الله لأنه هذه جريدة أنت ما ذكر واحد كلا ورد عليه لكن وحلي واحد دقيقة ولا حد ذي أو أنت أتكذب إيمانك اللي قبل دليل شغل مياجرة الحمد لله برزاقه أجاش يجيل وقف سك استوى وما كرتا سوى صلاة كتير ما وما كرتا سوى شو سنة وما كرتا قصص كي تراجمت هي تاريخ دهوري تضمنه إن بضم بيح حسين أما شيئين أما لسوت بيجي يقول شوف لقاها تاني لو سجود سمنت وما قام هذا شرف طبعا قف سجود ما قلت وهاي قف وقول انت بقى خلاص وصار صار سو صلاة كتير هتقول بنت ولما سجود الحين يا رب اللي قلنا واه انت لو ما عن قيمة بضمي إمام كسا قول انت أنا
ما مال قيمة بدل ما كل إنتم أستان وحيوتة يحسون الخاتمة لا خاتمة الله عليه وسلم إمامك ما كان وحوم نقضى حيل قبل نقضى إمامك هذا حيل قبل نقضى حق بسرعة لدي شرحه سيدا لقوه قال لي بكا قفن بوان دون قفن بسوك إدون قفن بعد كي سوا إدون قفن بسبحان الله عليه دون ما كان وحيو باهن تحي قف ضدك إمامك إلا قال كي ستاقنا إنه يستحل قام وحرى إنتو بحو إمام دين الأولين ويساو قف مسوي تشيدي كان إمام قادو حل قابو وصلاة دي ودي كريم هدو يساو قوودي إساق على غرها وقف إنه سوي تشيدي صلاة ضدك هكي ورسيبه عمر رضي الله عنه وأرضاه سوى ضدك صلاة سوحة تكينا يا توريد ولي تلورفتن الدرحان إنه عوف مسوي تشيدي ضدك مولا ما يستغل صلاة الدرحان عوف هالي كسي ودي هدو قف يساو قوودي وعلى عكا تنوك نوحة سوصي صور صلاة كتيرة ويسوه يسقل أما ويسوه كتير طبعا ونو كبا أنو بحبو بحض قفو سوتشي ليا هرم المدى على صلاة النبي مو يليري نسوه الأحلام اللي بقى ضدك وحكارت كا وحكارنا يا حيو الحقان سهدا وحنا عان صلاة أوسي ولا أوسي ولا لسي وليا هدو يسوه أودوي هدو قف بنتين دي يسوه قف مسوتشي لي كبا هدو يسوه أودي كبحو أنا السبب أولاً إنتو هرها فيريو ووسكبه قف باهر مريا دتك أشوفا لقنا ربع قف كم إذا هري إنه تلعب صدق دتكنا السليم بيكون حري الله وكبرتي ساكن بسلامة كسي وضيع وبلا توفي جزاك الله خير شيخي نبى واقع سيجى شكي قصة هان إيجا مش شكي نوحي ويدين يسؤال هان ما أنت والله جاي وينو ندعواني بحيقولي أنا جو أنا جو دتك لتوشين وولي بسلاد عيدة ودد آدو فربان ميلتو لا كتو كنين با إيمانكي معوستي مركو سجودة كدلا عضا إلا إيو صلقي تكتا كدبنا أساقنا ويسكو يحي يحي وتوسي وحي ويري ددكي قفكي بزي مدح كورو غادا وادنا ما كل عبتا وحي شان يطوان دغا ميركا تشيف ميركا معنا ميشي كفور فور مربا قف مارو تغف مربا مدح كورو غادا يا با ragacdu ugu dambeysay ahayd ya qof walba gees inta uu istaayo u tukaday buu yiri imaamkiina lama bedelin isagana ninba inta meesha ka wareejiyay ka dhaqaajiyay salaadina anagu xataa caad uga bixin baan kala tagna marka mararka qaar kood moogtay waxyaalaha masaajida ka dhaco kale inay dadku xataa ku argagaxaan oo kale sida aad sheegaysid way dhici kartaa way ka faa'iideysanayaan marka iimaanka mar walba inay ku xigaan dad oo isla marka bedeli kara nin yiraahdo maxamed axmed wuxuu yiri mareykanka jooga waa idin salaamaya adiga iyo sheekha horeeban waxaan u daawaday buu yiri horeeban u daawaday adoo leh ducada faatixada ka dambeysa waa bidco waa sidii saamsumaad oran jiray faatix muraadkii way marka wax daliil ma leedahay buu yiri sheekh inay tahay arintaas aysan sugnayn alxamdulillah horta mid aan saxay faatix muraadkii tan isku midna hay horfaa soomaalida faatixada ee soomaaliya faatix muraad ii duceeyo way asal nadi dambaan leh ii duceeyo لكن هذا هو ان المرقى كنت اعين فاتح مكه الحمد لله رب العالمين فاتح اخريات مقصد قف كنت اعوي هكذا هذه انت اللي دعيت انه نقصوا بالقبيه الفاتحه اسالها ولي اسالها علي الفاتحه فاتح الله اعطيه الدعاء واكبر الله قف ان لو دعي يدعي ان دعي ان دعي سن او احنا نطلب شرعي عبادنا هو يتهم قليل يا رب العالمين فاتح لهم بدل كي دعاء الله قد يجيه أما خاتمة الله قد يجيه بدعاء إن هي بدعته دليل ما بعنا إن أقول هي دليل ما بعنا الدعاء هو العبادة والنبي لا دعاء كل هو العبادة هذيك الأسماء النعمان من بشير القرآن كنا عند توات الماء وقال ربكم الحوري أستجب لكم يبري وأنا كأخبرية إن الذين يستكبرون عن عبادتي دعاء العبادة قد يجيه صدرت الدعاء وقيل كمدة قيلها أقوم يمسن عبادة عبادة وحيو بها أنت دليل عضينا هي الله سمعين كرام وحد دليل كوب بها وحاوي بدل كي الدعاء فاتحين لكرين كرام أما دمك الدعاء استفاتح الله هو خاتم الدليل ملاذا هذه دليل لا رأي أوتوماتيك بدعاء مقنيسة ومك حر أنا إلى ردتكم بهذه المناسبة مك وحيا الله قال الله مناسبة كلام دو ذي سرد خلدان طوحة كاملة بحي الدليل كاللو رباهنا يسر بقويون هذا الدليل هلا كيام قف الله مسار اسكو دو ديسا قف بقى اهل بحال دليل يسر الدليل كاللو رباهنا وكنت لا يدين ايو ها
isaga booskii laga rabay buu rabaa qofka kale inuu weydiiyo qofka le dalil laguma lahay mawaaqifta culimmadu kaga hadlaan waxa waxaa la eegaa asalkiisa wixii asalkiisu inuu bannaan yahay ah qofka uu bannaan yahay dalil lagama rabo asalkii waa haystaa qofka xaaraan yahay baa laga rabaa dalil ka baxay asalkii ee waa xaaraan yahay baa dalil laga rabaa qofkii wixii asalkiisu aan bannaanayn yidhaahda ma bannaano dalil lagama rabo asalkii ka baxay waa banaan tahay lyi hadda waxaan leenahay cibaadaadka asalka manci waay inaan la samayn karin biraadiliin waay qofkii ka baxee cibaado aan la samayn karaa biraadiliin yidhaahda isagaa laga rabaa tanaana ka mida haddii mucaamalaadkii iyo buyuucdii aan nimaadno qofkii way banaan tahay asalkiile maxaa baneeyay daliil inleeda waa khalad waa masala wareer iyo kiis wareerin wey iska waa wey qofka yidhi asalkii baa xaadkay buyuucdahay mucaamalaadkahay ashyaadan kale la isticmaalayahay waa xaaraan qofkii yidhi baa laga rabaa daliil asalka ashyaadu tahaaro wey qofki yidhahda shay baa nijaasa daliil baa laga rabaa in isagii asalkii ka baxo waa nijaasa yidhaahda adigana uu ku yidhaha maxaa daliila daahira inay tahay waa masale dabagedisan wey ama kasb wuxuu khaldayaa ama debaabkan inuu galaba ma ahayn mustawahayda ma gaarin isigiisa ha u qaato markaas asalkaa la eega ciddii asalkii ku taagan daliil lagama rabo cidda asalkii ka gudubtay ee wax ka duwan sheegtay baa laga rabaa mas'aladeennana taasay ka mid tahay marka waa in la kala aqoonsadaa sideedaba yaa asalkii ku taagan iyo yaa asalkii ka baxay oo daliil inuu keena laga doonayaa lidaalika culimmada qaar waxay yidhahdaan mararka qaarkood walow doodu qaar dood ka keenaan in kunta naafiyan fasax wa in kunta mudaciyan fadaliil mudaciya mudaca calayhi wey nin baa nin xoolo ku sheegay asalka qofka xoole aan lagu lahayn wey xoolo laguma laha markhaati keen la yaa waa khalad inaa xoolo lagu lahayn markhaati keen inaad beri tahay markhaati keen laakiin qofka wax sheeganaya asalkii khilaafa isagaa laga raa albayinatu cala almudaci inaysan asalku tahayna xataa waa kii qasaa'idkan qadaha kaga hadlijir ka hadla ee ku dhihi jireen tabyiinu xali almudaci walmudaca calayhi jumlatu lqadaa'i waqaca falmudaci man qawluhu mujaradu min asli xurfin bisidqi yashhad qofka wax sheeganaya waa qofka asalkii khilaafsan adu waxaa dhalatay hooyada ku dhashaa waxba lagu lahayn asalkaaga marka waa beri asalkaaga beri baata waxbaa lagugu yeeshay caddaynkeeda waan ka gudubnay waad qiratay waa lagugu leeyay waan bixiyaa tiri asalka isku ogey waa lagugu lahaa adaa marka laga qofka inaad kulahay daliilkeena ma baahna u qirsanaa inaad bixisay caddaynkeen baa lalehay isbedelka wixii la isku ogaayay asalkaa inuu isbedel dhacay dhacay caddaynkeeda marka mas'aladan maxaa uu daliil ihi su-aalaha khaldamay ka mid tahay dadka ka khaldama waxaan inuu bidac yahay waxaa ku filan daliil looma hayo waxayna waa cibaadaad waa la ogol yahay hay daliilkii asalka cibaadaadka manci bay ahayn keenay sheeg bilahi tawfiq jazaakallah khayr sheekh wuxuu yidhi magacaygu waa daahir suu qoray wuxuu yidhi hal su-aal baan shiikha weydiinaya laakiin laba su-aalood weeye midda koowaad wuxuu leeyahy haddaan xaaskayga aniga labadyada keliya kunahay annagoo labadyada keliya ah haddaan ku dhaho hal dalqad baad ku furanta ma furmaysa isla wuxuu raacshe lacalla hadday dalqadii ku furmayso see usoo ceshan karaa alxamdulilah midda hore nacamha way furmaysaa haddaad inkirtan baa markhaatiga loo baahanaya laakiin dalaab hadda xaaskaa lagula joogta in xaaska la joogta ka hadlay sax keliga haduu cidla intaa tagta xaaskayga waan furay haddaad aaday furmi dulcidla keliga haddaad joogta waa furmaysaa way furmaysaa dalaabku afkaaga inuu ka soo baxo way ku furantaa markhaati shardi maaha markhaati goormu noqon haddaad inkirtan wax kugu caddeeyaa loo baahanaya sharca way kaa furan tahay laakiin qadaa markay noqotay de waxaan caddayn loo hayn waxaa lamid noqon nin xoole intuu deyn ku aamin oo ka qaaday keligoodii baa ku inkiray kadib markii loo keenay markhaati la waayna kitaab dhaara maray xoolihii waa lagu leeyahay laakiin waxaan xukumaynaa ninkaa xoola gula maanta kadib ma qabsan karta gabadha waxaan xukumaynaa reerkaagii dhaqo dan markhaati weyne adnaa lagu dhaarinaya laakiin adiga ilahay agtiisa way kaa furan tahay dalaaqu marka waxaan rabaa inaa ilaada ugu dhacaya su-aasha labaa seen usoo ceshan karaa laba haddii la helo usoo ceshan kartaa ka waa inayna ciddadii dhammaan lana waa inayna dalqadii saddexaad ahayn hadii dalqadii saddexaad tahay maca salaam haddii ciddadii dhammaatayna waa meher iyo nikaax iyo guur cusub iyo weli weydiisi waa soo hagaran laakiin labadaa haddayna ciddadiina dhammaanin dalqadii saddexaadna ahayn laba markhaatiyaa lu yeeriyo xaaskaygii waan ku noqday waan soo ceshaday ogaada haddii
سيدي نهار عبد القنايسان القضاء وإذا كتبت أنت إذن الناس وقايسان هل عطيتها يلا وعطيتها بالله توفيق. جزاك الله خير شيخ. السؤال يا ولا حريم تاع ربنا واحد يمسي هيركن هذي يسقبي شوية وعروحنا يسولو الوري سايستي هذي اللي الله حتى تلقلو كذا مالان أنا عليه حتى قبل هذي عدوك بحضي أبوي يوصل أباهني ما داب اللي يسكوك إن الشيخ اسمه هيرين كركلة. الحمد لله باي مرض النكاح عصوب النقضة لا نكاح إلا بالولي لا نكاح حالة نكرتهم في سياق النفي نكاح بتكون دولي هالنقض نكاح ونم بال حديث كارلي فما تقول من دلوقتي هذا قرب واحد ويدي سيارة أو هم هكا نحي قلوا واحد أن سدح لي وأنا قلنا ماتي سوق بس كقول يشوف ها وما واس قرش اليوم ماي وحسوق بس كم حوية وحن مقلة تيرين هذه تدخل سدح يا سوق بس ما نسوق خلاص سدح ده أنا ما تسوق بس كقول يشوف أنا أقول لك wuxuu yiri magacaygu waa daahir oo jooga Sweden sheekha waxaan weydiin lahaa laba su'aalood su'aasha koowaad waxa weeyaan khufayn iyo jawrab maxay yihiin sida loo masaxayna waa sidee labadaba ma tan koowaad tan labaad ma waxa khufayn iyo jawrabayn ama jawrab iyo khuf waa wax lugaha lagu xirto kabaha lagu xirto حديه وح أضر وحرك أما الشمع عي هيدا خف بالي رادا حديه وح تد عصام الصوف كي مرا عي هيدا جورا بالي رادا صدرت إن هذا السكس كان ضع عن قاعدة منا وجورا نوع دوني عن نقطة حسيك ربع وحسيك على كذا حسيك على خمس سنوات كان هرجع أما الشمع كسر أي سنة يحلق قوية هيدا قوي قوية ضد أنا حرتان كان خف بالي رادا marka qof iyo jawrab maxay kareen hadda tiraado waa labadaas kale waa waxa qof kale buuhan jiray lama gdiyay waxaan la macna noqonaya kuwan shamac ay ka sameeyeen plastic iyo ka sameeyeen jawrab ka kala wey ama salaad kowaad bas awra labaad salo masaxaya dusha laga masaxa waa adoo weysa qaba inaad xirato adoo weysa qaba tan iyo lugaha gud dhaqday inaad xirato markay ka jabtay weysada u horeysa أنت كلام واتساب نقي، كأنت بيها قليل، بعد سكير بيها كركا تاع غماري، هوسط على غماري، كركا قيت كرا على غماري أنقى وكرك سير، طبعا شروط بلي بابو مس على الخفايلي، إف قال له الله بيده بليه طهارة نسيه، طهارة كذا تري، إنه زين أنت وعمي ما أنت لا نقي الهاي، أنا تقص عن كرتو، صبح برا برا قرنا عيا هيني، الناس كده مدشان صار هذا اللي هو بليه قف كي نجي. أوكي صعب مسافر أنا عشان يتوان سرعه وكنت كان كلا كده بعد سكبه وبعد ويسير لما يستنى حضرة بعد حرام ولا يتوقع جزاك الله خير شيخ سؤال شيء صلى بعد سائشة سائل كان أو نقض دون تنا سؤال شو ما أنتي نقض دم بيسا وحوي الشيخ تلع صدى يدو المدو صدى محا محوكم كده نقضنا يا هدان عدنا اللي جسرين اللي جسرين ليس كنا يرينين الحمد لله والله وكل وكل حكومة سنة تشلع السنة لما تمنح سنة تشلع السنة خيامة كلام تشري لما تمنح واحد تشلع السنة مع بسكي كوي أتكاوى هاسك صابي أتكاوى هاسك صابي سنة كوى مبا كوركي مدو بيسي واسطي كسو عدا مركب السنة تشلع السنة انت عنو بحقرانا يا حلي قام انت عين باللعبات يا وحي الله متكا هاي خلاف كنا كمتشي لك بلما دين ابنات سيدي علاك لما تسدي تمام لقوبة يجي لا تمرح مر دور هرنا وين صمر تسوي فالكلام كذا مر بين صمر توب مدو بيسيد ومسار خلافية من عهد الصحابة أنا خلاف كذا واجر لبس صورة وحيسوب قليان إجماع أنا يتهلا بس قيبا وكم ذا من إجماع أنا يبنان تيسوب قليان من إجماع أنا حرام تيسوب قليان
مركي ضل أخلد يا الله مسري أنا حرام طيب أجمع بينها مركي عدو يا قارة يا دقار لقريو أنا لقول يا رأي سنة لقول هتو دقن جوابي لقول بوتشي يا سنة من أضيع حبي أنا سكبك تو تما هم يا سنة يا سنة حلا جاوا حيوان بلانا وقرينا وحرق كبير كي يعني وقول يا هاي يلا واتفاق ويسوق يعني إنه يقول يا تكون عزيز وحيو لحية سلا خلاف كده مشهور يا هاي حلق الصحابة على قصة بالله أنا على قصة خلاص الصحابة بدل ومدوبين كذي ما يشرع الصحابة بدل حسن حسين كميدي عقبة بن عمرو كميدي وطبعا يوم بدل مصر من شباب مدوبين كذي كاسي هوس كسو عدا كذي أرى هالكلي ولا هان كذي وبليه كذي مسويده مسويده علىها كتابة أصولها ولا خير في فرع إلى فسد الأصل كلنا كم مدوبيننا لكن صار كذا دين ما خير فإذا أنا مرها أنت كران سمين هوسنا وكحن خير صحابة كراو فربنا وسلاسو كنا لقوا ديني ويشنا قيبة يسوغن تاي انت أنوه إيا قيب انت أنوه يقولي أساليد أصحري عنا نعرق كابي عين تنا دي فربنا هيا قار ديني تشرين ويشنا مركبا مسألة خلافية علماء بنا با كتاب القرطين ابن أبي عاصم ليراد كتاب الخضاب كتاب ليراد ليهي وآثار تي أحاديث المسؤولية وانا قلما دي قلوبتي هاري قرنك أفرادي كن سنة كور كبه ما لقيت شوها كن سنة وحكا ما لقيت شوها قياس تي المشيسي كما سنة خلافة المشهور كان مرة بضمنا وانك هذا اللي ترجيح واجتهادي لو حديث ما قلت حديث مع عباس وقدامون قلنا هي حديث كوجنب موسى السواد وقرى بهيها جملة وجنب موسى السواد حديث ما بيقولوا يا كميتاي بس هذا بزهور جديد وهي خلاف بضمنا قتالي أي مدى نقاد حديث كي يعني ترى الوحيد بديهين إرسال مرفوع هاي وهريرة يلي ما يزهر ما يلي أسوح يعني حديث كي ابن عباس ما صريح كما هذا التحريم كما هذا كما هذا خلاف كاتشرة وقفك مربا من لا رجحنا نيا مسألة اجتهادي مسألة خلاف المشهورة وهي خلاف كي يمسوه تشري ونا تشري ونا تشري دونا تذكر أن هذا السواء كي ننبع كتر لها قفك إلى هذا ويبنان تهي وقوقا معنا ما هي مبضل السلف إلى الصحابة بوليه قفك مبضل عليه إلى سيدة وكلا بوليه هاي دوائل حديثنا بوليه سيحبه والله كعا صحي سيحتي وحكو حران تهي حديثا ما صحي بسا ما صحي إنت يطبطينا أسهم با ويبنان تهي وستوس أمرح يا أسر كيبا حدها يا ثلاثة صحابة يسوقينيا إنت يتروي أصحي حديثنا وحاليا وإنه يسوقين تكو حنبارة إنه كراهية تاي أما يتحريم ده صدرت المسلم خلاف كيرو أنا وأبو بدي برمالات بمقيب سيهي وحن ليه لها سائل كان الله يسوق النفايا أن لا يسوق حقيقية يعني على قدر أنا وإلا حد إلينا بنانين بإلي حقوق بدا لكن بريوها سبدلي كرا وإنت أخرس كيرو وحيسكت بدلا وإلا كرتين عنده ورمايا ساسي إيرا المقطة شارع وان كان نخضي ما يرات سلاح ليه كرتبه حد خطك هكام نقوان كان راح يتبعه جزاك الله خير شيخي سؤالشان سؤال الله حريرتو إسلا إيادا ميلا وحكا سوغلي وحكا ميدا تنتو كالها ده دي لاتشلعيو وحلقيا ورق بضان إني غفو ميل بيكا قده قنت إني نمانك غاركا قده قنت هاي تنتلعيو قبر إنتي تنتلعسان تنتي ده تلعسو حدو نميد على قصو بحضا ريركي بربرو إسلا ساسنا وحا صورتا قلتي مهان لمدو بي قبر إني نيكا أمو لين سنين دالين يراهو آدو ير ومركي أسبوعي لقبوحانا وحكا لصوبحان مركب مشكلة ده كإيمان سموينا كدر ناين وين وحي نقول النوع غش الحمد لله محمود هي قدر الزق مركب أولي سبحان الله وحي خيانة ما بنا تنتبه لما مدوبين يا وحان اللي عدي خيانة طعي وإجماع الحرام تن كلا تن سائلكم يسدع إلى يري هذا إننا اللي سيرين إننا الخلدين سيدان كبنين مركتيس أنت سؤال معادل جوائب عادية مركب وين عرفت خيانة أنا هذا بعد كذا يساعدني ولا شيء يعني يقوه كاره فكسي ترى من ذلك سامي كاره صح من خير أنا على وسوق هذا كاره بعو كوسوق هذا كاره بينا فكسي ما بعما هذا كذا كاره يدك كيس إبري هذا عارف في شارع كشان كاره قاعد ما كده بيسوى على يعني يسكت صار هذا مثلا يا أخي دوناي رفق أفنوراي بعو خيانة خداع ربنا الكل هذا كشان كاره لكن بعو خيانة وسمع شنو ما كان يروح على بيته بابو خيار هذين نقطتي غش تدريس خيار ربنا وحنا ما هو الحرام تبع صح حرام تبع يسح حرام
خلاف معتبر أنا كان شيء تروح لكن واحد في يوم أنا روحان اللي بدو بيسأل قال ولا يسوع جاء دابو وحيد مسرين قفنا الأرض يعني أنت ولا حيصير حكاني أنت ولا حيصير حكاني طبعا من هذا الباب كله جزاك الله خير waatay daawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynayna kulanka shibiile oo maanta idinkaga imaanayay istuuriyaha Somali Channel ee magaalada Nairobi marti waxaan ugu ahaa ilaahay xafdiye Sheikh Maxamuud Maxamed Shibiile aniga oo Cabdirasaaq Cirra baa idin la socodsiinayay dhinaca kamarada waa Abuukar Batar barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmi doono waa dhamaantay oo idin leh assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh